عليكم، كيف الحال يا شباب؟ في البداية تقول الله صلى على النبي، اللهم صل وسلم عليك يا نبي. في المقطع هذا هشرح لكم التحدي الثاني من تحديات مهام العمليات السرية الطارئة. انتوا عارفين بعد كل يومين او 3 ايام بيصدر معانا تحدي جديد، تمام؟ طيب قبل ما نبدأ في موضوع التحدي، في معلومة لازم اخبركم اياها. اذا انت ما سويت التحدي الاول، هتيجي تدخل على على مكان التحديات ما حتحصل التحديات موجودة. أنا نبهت الموضوع هذا من البداية، قلت لكم إذا ما سويتوا التحدي الأول التحديات الثانية هتختفي أو ما هتظهر عندك. إذا أنت ما سويت التحدي الأول ودخلت على التحديات وما حصلتها، تعرف إنه التحديات اختفت من عندك. فهمت كيف؟ طيب خلينا نبدأ في التحدي. يقول لك التحدي يتكون من مرحلتين. يقول لك إنشاء اتصال بالجهاز في بلا بناء. ضروري التحديات هذه تسووها في أطوار بلا بناء. انشاء اتصال، اول ما تحط على التحدي يبين لك 4 مواقع، انت روح الموقع اللي يعجبك، تمام؟ انا في الموقع اللي هنا. شوف اول ما تقرب على الموقع قريب منه هتحصله زي الاشاره حق الجوال او الارسال، كل اللي عليك انك تمشي فوقها عشان تفعل المهمه. كده فعلت المهمه. طيب مجرد اننا احنا انشانا الاتصال وفعلنا المهمه، ننتقل للمرحله الثانيه. يقول لك اجمع المعلومات المكشوفة من قواعد اي او في بلا بناء. اول ما تحط على التحدي يبين لك 5 مواقع، المطلوب منك انك تروح موقعين. اي موقع تبغى تروحه تحدد عليه زي كذا، فك الخريطة، تقرب على الخريطة هتلاقي مربع ابيض زي كذا، شايفين؟ تحط عليه وتروح تسوي المهمة. لاحظوا معايا، خليني اوريكم شكل ال، هذه هي هتكون، شايفينها؟ هذه أول واحدة. طيب في الموقع الثاني حيكون هنا. يجي عندها. كذا خلصنا التحدي الثاني. شوفوا التحدي اللي بعده حيجي بعد يومين إن شاء الله، تمام؟ كده وصلنا لنهاية مقطعنا. أتمنى أي شخص ما اشترك في قناتي يشترك في قناتي، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس، ولا تنسوا استخدام كود الايتم شوب X2X2، وأهم شيء لا تنسوا تدعموا المقطع بلايك، وإن شاء الله نتقابل في مقطع آخر، وفي أمان الله.